كل واحد كي كيدار مع شي وشي هادشي ما عمرنا شفناه. غالي كل شيء، المطيشه ب 1000 فرانك، هذاك البصله ب 1000 فرانك، هادشي الله ومن هذا منكار. غالي بزاف السوق اليوم، غالي بزاف اكثر من اللي كنتصوروا. والبارح ما كانش هاد الاثمنه هادي، المطيشه والبارح كانت ب 60، اليوم 120، الدوبلات دغيا دغيا. حتى حنا المواطنين دايرين الفتنه بزاف، حتى حنا دايرين هادشي، حتى حنا منوضين للهطا ودايرين هادشي بزاف. ما كانش خصنا نديروا هادشي. الثمنه هاد يومين مرتفعه في المارشي اخي، ماشي ما عندنا حنا من السوق ولا شي حاجه، هاد الاثمنه مرتفعه من المارشي من الفوق من لاكري. اول حاجه حنا مضرورين، حنا مواطنين، حنا مضرورين، حنا الاولى والمواطن. هاد الشيء هذا راه ولينا تنشوفوه غريب اخاي، ولينا تنسمعوا بان كاين شي بحال اسيمه بحال مرجان، هاد الشيء السلعه تسالات، هاد الشيء اللي واقع هذا راه الفتنه. اسمنه البصله تتراوح ما بين 12 درهم 10 درهم. كاين تزايد، كان البيض بحال دابا البيض البلدي كنا تنبيعوا غير ب 30 ريال، دابا ولا 34 الرومي كنتبيعوه ب 15 16، دابا تنبيعوه ب 18 ريال ومازال تيزيد. يعني هذا النهار البارح خديناه ب 16 بالجمله، اليوم الصباح ب 18 ريال بالجمله. دابا يعني هذا الشيء الكورونا، يعني ملي صرحوا بلا كورونا وكذا وهذه وعسابة باش زاد هذا الثمن هذا، ما كناش تنبيعوا الثمن عادي. كاش هذا الشيء هذا كاع؟ هو البصله طلعت ولا بد كطلع في هذا الوقت هذا، هذا الوقت ديالها كطلع. دابا الخزان كيكون تيبيع، مولي تيعملها في ذاك الفريكو راه تابع المصاريف. المواطن دابا فيه فيروس، كاين اللي باع الذهب ديالو دمراتو جاي يشري المواد الغذائيه. والله واحد الصانع عندي كيسوق 90 درهم 80 درهم في النهار، باع الدملي ديال مراتو بقى لك ب 25000 ريال وجاي يشري المواد الغذائيه عنده مع الاولاد. يلا قول له هذا الشيء ماشي معقول، يكثروا في العباده ويكثروا في الصلاه على النبي خير من هذا. هما هذا الشيء هيا واخا تقداه، ها ربما هي تدخل وغادي تموت، لمن غتخلي داك الشيء؟ الله تبارك وتعالى نديرو قنا في الله تبارك وتعالى وسيدنا محمد، وحنا بلادنا عمر شي حاجه ما تمسنا. هادشي خويا غير من الكليان اخويا، الناس خايفه، قال لك خايفه كيجيو اللي كيدير 30 كيلو اللي كيدير 40 كيلو، هي راه ما كاين والو. راه المواطن هو اللي داير هادشي، اما المارشي كالثمن ديالو راه هو هذاك. بحال دابا كان شي مواد زادوا فيهم بحال البصله، زادوا فيها واحد جوج دريهمات ولا 30 ريال، اما الثمنه ديال كل شيء هي هذيك اخويا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.